الكمامة ورش الزيولايت. أنا هشيلك يا عم أسامة والله. خلي بالك الدكتور عماد بيوصل الأحداث ها؟ على طول أول ما القناة، خد بالك يا عم أسامة والله القناة اسمها فاروفش، فاروفش فارو جاي الفراعنة يعني، سمك الفراعنة. طبعا عم أسامة بيحط الزيولايت ليه بقى؟ سؤال وجيه جدا كلنا لازم نسأله عشان نعرف، مش أي حاجة نحطها في الحوض بتاعك. عم أسامة بيحط الزيولايت ليه؟ سؤال وجيه عم أسامة صح؟ أنت مش هتقول لنا أنت بتحط الزيولايت ليه ولا إحنا نقول إحنا؟ الزيولايت دي حاجة تبع السيليكات، دي مادة منشقة من حاجة بيسموها التراب البركاني. ميزة الزيولايت أو البنتونايت أو الحاجات اللي هي فيها سيليكات عامة إن هي بتعمل أدزوربشن للأفلاتوكسينز والحاجات اللي هي ممكن تكون موجودة في العلف. الفكرة بتاعتها بقى في المية، لما بنحطها في المية في المزارع السمكية مش في العلف، إن هي بتعمل أدزوربشن مصاص، مش مصاص، إيد مصاص، كأنها عاملة زي الشفاط بالظبط للأمونيا. يعني لقينا إن الزيولايت امتصاص الامونيا بطريقه كويسه جدا وبنسبه كويسه، بتساعد على ان جوده الميه والخواص بتاعه الميه تقعد لفتره طويله كويسه. الفدان تقريبا من 50 ل 45 كيلو. الفكره الثانيه كمان في الزيولايت، ان لو احنا عندنا مصدر الميه بيعاني من مثلا هيفي ميتالز او في مشاكل حالب او حاجه زي كده، هو بيساعد ان الهيفي ميتالز دي برده يحصل لها امتصاص. فانت باستعمالك بالزيولايت، ودي من المنتجات الرخيصة مش الغالية، تقدر تحمي الحوض بتاعك لمدة كبيرة طويلة يعني، وبتكلفة قليلة جدا. أسامة اللي معاك دوت قميص ده ولا ايه؟ لا فلان معاك قميص ده ولا ايه؟ قميص؟ فاحنا طبعا بنحضر الحوض قبل نزول الزريعه بتاعه البوست الارضيه بتاعه الجمبري. طبعا بنحط كبريتات نحاس عشان نحط ايديتا علشان ترسب او تعمل ادزوربشن لبعض الهيفي ميتالز زي الايرن. وبعد الاثنين ممكن نحط زيولايت، لان الزيولايت زي ما احنا قلنا بيشتغل، فيبقى الحوض بتاعك في اتم الاستعداد والترحيب للزريعه. عاش يا ابو سام، عاش يا باشا، عاش يا باشا. انا بحاول اتكلم بالبلد اهو، اقول اكتر من كده ايه؟ هو ده بيقلل نسبه الامونيا. هو بيقلل نسبه الامونيا في المايه يا جماعه. ماشي يا ابو سام.